أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في الحلقة الثانية من هذا المشوار الذي بدأناه مع الشاعر والكاتب والمترجم العراقي المعروف الأستاذ مكي نزال. في الحلقة الماضية كان يحدثنا الأستاذ مكي نزال عن رؤية الفلوجة، ما الذي يميز الفلوجة من وجهة نظره، كيف يرى الفلوجة، وهو الذي كتب كتابا عنها بعنوان الفلوجة والسلاطين. تحدث عن جوانب من رؤيته للفلوجة، من تميز الفلوجة، مما فعلته الفلوجة، مما عانته الفلوجة. في هذه الحلقة سنستكمل حديثنا مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، الأستاذ مكي نزال ولد في الفلوجة عام 57، درس فيها الابتدائية والثانوية، ثم غادرها وعاد إليها مرة أخرى، غادرها للدراسة في بريطانيا عام 75، وعاد إليها عام 1980 في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. وفي نهاية الحلقة الماضية كان يحدثنا أراد أن يحدثنا عن تلك الفترة، لكن أجلنا ذلك الحديث إلى هذه الحلقة. دعوني أرحب بضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ مكي نزال. أهلا ومرحبا بك أستاذ مكي نزال مرة أخرى، أهلا ضيفا كريما في قناة الرافدين في برنامج شاهد وشواهد. أهلا وسهلا بكم وبالرافدين وبمشاهديها الكرام. حياكم الله. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن يعني الفلوجة، وكنت تريد أن تدخل في عودتك إلى مدينة الفلوجة عام 1980، والعراق كله كان في حرب مع إيران، حرب العراقية الإيرانية كانت قد اندلعت. أنا لا أريد أن أبدأ من هذا، أريد أن أعود مرة أخرى إلى طفولتك في الفلوجة. أنت درست الابتدائية والثانوية في الفلوجة، يعني تتكلم لي عن الخصوصية التي وجدتها في الفلوجة، في مدارسها، في جوامعها، في ناسها، في أهلها، التي تركت بصمة قوية في داخلك، والتي قلت عنها أني في أي حديث أقارنه مع الفلوجة، مع أي مدينة أقارنها مع الفلوجة، أستذكر الفلوجة في كل وقت. ما الذي جعلك يعني ما الذي جعل من تلك الأيام لها القدرة أن تضع بصمتها داخلك بهذه الطريقة يعني الجميلة التي تحدثت يعني عنها؟ وقبل ذلك، إذا كنت قد استذكرت بعض من أبيات التي قلتها في الفلوجة، وكنت قد طلبت منك في الحلقة الماضية، نعم، هل ما زالت الذاكرة يعني قادرا أن تسعفنا ببيت أو بيتين عن هذه المدينة لكي تكون بداية هذا الحديث؟ الحقيقة أنا لا أحفظ شعري، ولكن كما قلت هذا الفيسبوك نعمة، نعم وبالرغم من كره الكثيرين له نعم فأنا وثقت فيه الكثير. يعني مؤخرا بعد أن سحقت هذه المدينة بنيران الظالمين كتبت فلوجة الرايات. نعم يقولون ما عادت كما كان حالها، فقد ضاع منها عطرها وجمالها. كفاك تحييها على البعد باكيا، كأنك نار تعتليها دلالها. الله، تعلم فراقا واغتنم بعض فرصة، يصيبك جاه أو ينوبك مالها. ألم تنتبه للناس يدمون ثديها بأسنانهم حتى يجف زلالها؟ فهل أنت إذ آلت إلى الموت منقذ؟ وهل أنت إذ حان الأذان بلالها؟ حبيبتك السمراء صارت أسيرة منائرها، والنهر حتى رمالها. وأنت تدير العين ترجو وصالها، وهيهات يا مدمى الفؤاد وصالها. فدارت بي الدنيا، فدارت بي الدنيا كأني بأرضها أسير، تمادت حول جيدي حبالها. أكاد أضيع الدرب بيني وبينها فأظمأ، والدنيا غزير نهالها. تباعدت الآمال حتى كأنها بعيد بأقصى الأرض عني منالها. فيا ويح قلبي كيف يرتاح نبضه، وكيف تنام العين والهجر حالها.
ولكن قلبي لا يصدق أنها أسيرة ذل والرجال رجالها. الله الله. فوالله لن تعطي الدنية في الهدى، ولن تنحني للظالمين نصالها، ألا أن قول الحق فيها سجية وصولات عز للأعالي فعالها. تساومها الدنيا فتأبى وتتقي وترعد في الميدان، حر قتالها، تقطعت الأسباب بيني وبينها وأظلمت الدنيا، فكيف احتمالها؟ أيا من حباها العز والجاه والهدى، أعدني إليها تحتويني ظلالها، ففلوجتي أمي التي أشتاقها، يريح فؤادي حبها ودلالها، وبالرغم من حزن أحب قصيدها، ويفعمني علما جليلا مقالها. بارك الله فيكم، يعني قصيدة جميلة الحقيقة، وأنا أريد أن أعيدك لأمك التي حدثتنا عنها ولحنانها وظلالها مرة أخرى. يعني كيف كانت أيامك في الفلوجة؟ ولدت فيها عام 57 ودرست فيها الابتدائية والثانوية، ثم غادرتها وعدت إليها كما قلنا، وهي كحال المدن الأخرى العراقية كانت مدينة تشد النطاق وتقاتل مع العراقيين ضد في الحرب العراقية الإيرانية ضد الإيرانيين الذين كانوا يحاولون غزو العراق في تلك الفترة. كيف كنت ترى الفلوجة في تلك الفترة وصولا إلى مغادرتك لها وعودتك إليها مرة أخرى؟ يعني لكي نكون منصفين تاريخيا، أنا يعني أقول عن عناد هذه المدينة حتى على أبسط المستويات، يعني الطلاب مثلا إذا كان هناك مدير مدرسة عنيف تراهم لا يحتملون ذلك. نعم. وربما حدثت أكثر من مرة، حدث أكثر من مرة أنهم ضربوا مدرسا أو مديرا، وهذه سلبية نعم، ولكنها دليل على طبيعة هؤلاء الناس. والغريب أن هذا من العشيرة الفلانية وهذا من المدينة الفلانية أصله، ولكن كلهم يعني يتفقون بهذه الصفة التي هي رفضهم لأي عنصر من الطغيان مهما كان. وكما تعلم كان النظام قويا والقانون ينفذ بقوة، ولكن مع ذلك تجد من ينفر لسبب ما ضد موظف أو حتى ضابط في الأمن أو في الشرطة، وهناك أحداث يعرفها أهالي الفلوجة ربما تلائمت مع طبعي، أو ربما أنا زرعت في تلك الطباع منذ صغري، فأنا أحب من يقفون بوجه الطغيان، وربما هذا أحد أهم أسباب حبي لهذه المدينة. حتى وإن دخلت في خصومة مع هؤلاء ودخلت في مشاكل، لماذا؟ لأني إنسان مفكر، أقول والله سبع مهما كان هذا العالم القميء بحاجة إلى من ينبهه أن الإنسان ما زال إنسانا، وهؤلاء الناس في هذه المدينة خير من علم العالم أنهم بشر أقوياء يرفضون الظلم. على ذكر التعليم أستاذ مكي، هل وجدت أن الفلوجة وأنت فيها طالب صغير محب للعلم، يعني هل بيوتات أهل الفلوجة تدفع أبنائها إلى العلم والتعلم بكل يعني بكل الاتجاهات، سواء تعلم ديني دراسة، هل وجدت في الفلوجة ما يميز أهلها بهذا الاتجاه؟ أحد صفات الوجه الآخر للقوة، وأنا أعتبر هذا عنصر قوة مهم جدا، هو العلم. حتى الإنجليز إرضاء لأهالي المدينة بنوا، طبعا الحكومة العراقية التي كان يرعاها الإنجليز، بنوا مدارس عظيمة
يعني بقيت إلى أن جاء المقاولون الجدد فصاروا يهدمونها لكي يبنوها ويستفيدوا، ولكنها مدارس راقية، الوثبة والجمهورية وابن خلدون، ومدارس في هذه المدينة التي لم تكن كبيرة جغرافيا وسكانيا. نعم وكان معلمونا، وأرجو أن يكون معلمين اليوم يعني يسمعونني، ليتخذوا من أولئك قدوات. لا تعلم هل هو عمك أو خالك أو معلم مدرسة، أو ربما أبوك، يعني يقف على رأسي ويقول، يعني والحسرة تأكل قلبه: خطك ضعيف يا مكي، أنت طالب جيد، تعال تعال. فبدرس واحد يغير خطي ويحسنه. أذكر أن اسمه زيدان. يعني العلم والتوجه للعلم في الفلوجة وقراها حقيقة، يعني كان الناس يعني مهتمين جدا بالجانب العلمي. العوائل تكدح لتوفر لأبنائه، رغم أن التعليم مجاني، ولكن ربما البعض يقول أن الفلوجة جزء من يعني منطقة زراعية ومنطقة، نعم، لكن هذا التوجه. وهذا جزء من محاسنها. نعم يعني أنت محاط بخدمات هذه المدينة من الزراعة، وبالمناسبة الصناعة، فيما بعد الحي الصناعي في الفلوجة هو أكبر حي صناعي في المحافظات نعم بدون منافس، وترى الأمريكان استهدفوه أولا، ومعلوم السبب لكي لا يظهر في هذه المدينة وفي العراق عموما صناعات، تظهر صناعات من جديد. العلم بأنواعه، يعني المدرسة التي في الجامع الكبير كان شيخنا رحمه الله عبد العزيز السامرائي هو يديرها، خرجت كبار العلماء اليوم، يعني من تلاميذه أبناء السعدي مشايخنا الكرام، والشيخ حارث الضاري درس عنده، رحمه والشيخ الله. أحمد نعم الكويسي، وهؤلاء الكبار كلهم درسوا في هذه المدرسة، نعم ويأتون من مختلف أنحاء العراق، وخصوصا طبعا كون المدرسة سنية، فلكن التسمية هي مدرسة. يعني لو كنت تريد أن تسميها حوزة أو كذا، لا يعني لما أخطأت، لأنها مدرسة كبيرة وعظيمة، وخرجت رجالا علماء عظماء. نعم هذا الشق. والشق الآخر كما قلت لك المدارس. يعني كان أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء، هذا من اسمح لي أن أخرج قليلا، من أجمل ما في هذه المدينة نعم أني كبرت ولا أعرف يعني كيف نلعب سوية، أبناء الأغنياء والطبقة المتوسطة والمسحوقين نعم نلعب. والآن لما يرى أحدنا الآخر، وأحدنا كان من الفقراء جدا والآخر كان من الأثرياء جدا، تجد أن المحبة والصداقة تجددت في لحظة، وأن الاشتياق عظيم لهؤلاء. أذكرهم بالأسماء وبالوجوه وبالتفاصيل، مع أني نسيت بعض أقاربي من هول ما حصل لنا بعد الاحتلال. يعني أفرح لما يخاطبني أحدهم على الإنترنت ويقول: تذكرني أنا فلان، نعم يا ربي ما أسعدني بفلان الإنسان ابن المدينة. يعني هذه المدينة المتآزرة. كذلك في المدارس كانت هناك معونات. يعني تصور يأتي المدير فيقول: رافع، مكي، فلان، قم معي. نعم وكأن هناك وشاية ضدهم، فيأخذهم للإدارة ويقبلهم ويقول: ابني لا تخف، أنا عندي لك مساعدة، لكن لا أريد الطلاب أن يعرفوا أنك فقير، فخذ الملابس والمساعدة التي جاءتك
من المعلمين ومن أبناء المدينة، واذهب لدارك حتى لا يراه الآخرون ويعيرونه، ربما أنه أنت فقير وتأخذ مساعدات، ربما هو يشعر في داخله بنقص ما. يعني تصور العلم الذي يأتيك بهذا الحنان. نعم. يعني مع أن والدي مدير مدرسة، لكني أتذكر خير القدسي، ذلك المدير الأب العظيم الذي يحتويك ويرفع مستواك مهما كنت عنيدا أو لا تحب المدرسة، أو إلى يحتويك بحيث تنهي الإعدادية التي هي الثانوية على الأقل. نعم. هذا الكلام في الابتدائية، لماذا؟ لأن الحرص على إيصال العلم كان عظيما حقيقة. لا أدري في بقية مدن العراق ربما نفس الشيء، لكني أتكلم عن شيء نعم. عشته. يعني لا توجد هناك طبقية في هذه المدينة، لا في التعليم والفوارق ولا في غيره مفقودة نهائيا. أبدا. تجيء إلى ديوان معين يعني باستقبال دار، ربما في الفلوجة. يعني المجتمع بالمناسبة لديه بعض العشائرية ولكنها مدينة حضرية قديمة، فتجد أبسط المهن والتاجر يتحدثون ويمزحون بالمناسبة يعني على قوتهم وخشونتهم ضد من يظلمهم، فهم بينهم أصحاب نكتة عميقة. وكنا في المجالس نستمع ونحن صغار ونضحك ونفهم، لأن هذه التي يسمونها في الجنوب الحسكة موجودة في الفلوجة، تفهم أن هناك درسا وراء هذه النكتة. نرجع للعلم، التوجه العلمي كان عظيما، وبدليل أن عدد الدكاترة في تلك الأزمنة كان كبيرا. الحقيقة لم أحصره، ولكن في كل شارع هناك دكتور فلان، سواء طبيب أو دكتوراه كلهم في من أهل شيء. الفلوجة يعني؟ نعم. نعم. وأهل الفلوجة من؟ هم من سكنوها لمدة معينة، يعني حاول البعض حصرها أنه على أن يكون من ساكنيها قبل سنة 40 نعم. لكي يصنعوا طائفية جديدة، ولكن الحقيقة يعني نحن أصلنا من عانة. لكن لما تسألني أنت من أين؟ أنا ابن الفلوجة. يعني رأيت عانة مرة أو مرتين وأعتز بها وأفخر وأحب أهلها وأجاملهم بلفظة ابن العم التي هي نابعة من قلبي، لكني إنسان فلوجي، نعم. تربيت هنا وتعلمت في المدرسة وفي المسجد وفي الشارع أيضا. يعني هذه نقطة أخرى، يعني يأتي من هو بعمر 20 أو 30 وهو ليس من أهلك، هو جار وربما جار بعيد، ويرى شيئا لا يعجبه فيقول أنت شو تسوي هنا؟ مثلا يشفق عليك من الحر أو من البرد أو من التراب، فيأخذك من يدك ولا تقول له لا شأن لك بي. أنت تحدثني أستاذ مكي عن الفلوجة كأنك تريد تحدثني عن نمط حياة نعم وانتماء نعم ورؤى يعني مختلفة. نعم نعم هكذا تراها يعني؟ الحقيقة أنا هذا واقع عشته، وأنا نعم. رجل أخاف الله ولن أزل على المشاهدين، لأن الفلوجة لا تحتاج إلى شهادتي وأنا من أصغر أبنائها. يعني هذا تاريخ يعرفه كما قلت. يعني لما لو تسأل فلان وفلان على هامش البرنامج عن هذه المدينة ممن عاشوا فيها سنة وسنتين، لا أظنهم سيختلفون معي كثيرا، بل سيبالغون أضعاف ما تكلمت، لأنهم صدموا بهذا الواقع لأنهم جاءوا من الخارج. أنا أتكلم لك بشكل طبيعي كيف عشنا في هذه المدينة. يعني أمشي في هذه المدينة من آخرها إلى النهر، وهو آخرها من جهة الغرب، نعم. ولا أخشى أحدا ولا أخشى شيئا. لماذا؟ لأن الجميع أهلي. يعني أنت تدخل المسجد البعيد عن دارك فتنظر في الوجوه فتعرفهم،
ويعرفونك، وكنا صغارا يتوسمون بوجهك، أنت ابن فلان، أنت أخو فلان، أنت خالك فلان. يعني هذه هي المدينة بحقيقتها. نمر من عند المقاهي التي يجلس فيها كبار السن فلا نعبر بسهولة، هي نعم نقاط سيطرة. تعال ابني تعال، أنت ابن من؟ والله أنت ابن نزال. نعم يعني هذا الجو، لا أدري، يعني أنا أعتقد أنه موجود في مدن أخرى ربما، لكن أنا هذا ما عشته عن هذه المدينة التي تسألني عنها، وهي مدينة حضارية ضاربة جذورها في الحضارة، و من زمان. يعني نحن لما نعم يفيض النهار تطفو الطينيات البابلية الفخاريات ربما ونلتقطها. سنأتي على ذكر ذلك في حلقات أخرى إن شاء الله، لكن دعني أولا نتوقف عند فاصل ونكمل حديثنا هذا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وضيفي وضيفكم الأستاذ مكي نزال. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مكي مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل وفي الحلقة التي سبقتها ومن سيليها عن الفلوجة التي لن نغادرها ولن تغادرنا. يعني كنت أريد أن أسأل عن أن الفلوجة تقع على الطريق العام المؤدي إلى خارج العراق، كانت يعني خطا فاصلا، يعني تأخذ هذا الخط الفاصل بين بغداد ومحافظات غرب العراق ذهابا إلى خارج العراق، يعني مع كل بلدان العالم. وكان الخط يعني النقل عبر السيارات كان هو السائد، النقل بالطيران كان قليل جدا جدا، وفيما بعد هذا في سنوات يعني فيما بعد جاءت. ما الذي أضافه هذا الخط، يعني وقوع الفلوجة على هذا الطريق المؤدي إلى خارج العراق، هذا الطريق السريع الذي يؤدي إلى خارج العراق، ما الذي أضافه للفلوجة، أو ما الذي أخذه من الفلوجة؟ الفلوجة منفتحة بسبب طبيعتها، أم أن هذا الخط قد جعل منها مدينة منفتحة للآخرين؟ أنا قلت أن الصقلاوية كانت هي المركز، نعم، ثم تحولت ربما بسبب الجسر نعم أو لأسباب إدارية أخرى يعني يعرفها المعنيون في حينها، تحول المركز القضاء إلى الفلوجة تدريجيا. نعم وربما الطريق العام الذي يمر بين العراق والعالم، الحقيقة لا نقول لبنان وسوريا والأردن فقط، ولكن أينما تريد أن تتوجه تمر عن هذا الطريق غربا، ثم من هناك مثلا يعبرون من سوريا إلى لبنان، من سوريا إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا. كان كثيرون نعم بالمناسبة من أبناء المدينة نعم يتقمص دور الرحالة ويجيد الدور، يذهب بالباصات النيرن، وطبعا أيضا الحج نعم كانوا يأتون إلى سوريا أو الأردن ثم يطيرون إلى جدة من القدس. يعني كل أهل العراق من يريد أن يسافر لابد أن يمر لابد أن بالفلوجة. يمر بهذه المدينة بالذات. نعم الحقيقة الطريق خارج المدينة، يعني هناك الخدمات المسافرين والدكاكين، كان الجسر القديم ثم الجسر الجديد، نعم تحول السوق إلى الجسر الجديد، فليس هناك احتكاك بين البيوت والطريق، لذلك لم يؤثر نعم سلبا. نعم وكأن من يعني فتح الطرق حسب هذا الحساب وتحسب له. هناك قصص عن هذا الطريق يعني نفخر بها كعراقيين. نعم يعني يقول لك أنا كنت بالمناسبة أيضا المدينة السياحية في الحبانية التي نعم ذهب لها كل العراقيين طريقها يمر من فلوجة. الفلوجة. نعم سامراء لها طريق من الفلوجة، ومن سامراء إلى الشمال. نعم جنوبا تستطيع أن تذهب إلى يعني عن طريق الرزازة ثم كربلاء، هذا قبل أن يصنع المرور السريع. نعم
العظيم الذي خدم العراق والفلوجة وغيرها خدمات جليلة. نعم. فكانت المدينة تستفيد كثيرا تجاريا وتستفيد كثيرا على مستوى العلاقات مع باقي المدن، لأن يعني الكثيرين لما هجمت الفلوجة كلاميا على أنها إرهاب وكذا وكذا من هذه الخزعبلات التي لا أريد ذكرها، رد عليهم أناس من الناصرية والسماوة والبصرة وأربيل وقالوا أيها المجرمون والله ذهبنا إلى هذه المدينة الإرهابية، نعم، ولم يسمحوا لنا بأن ندفع فلسا واحدا سواء أكلنا أو شربنا أو كذا ونحن في طريقنا إلى الحبانية، بل أنهم يشترون البطيخ الرقي ويقسم صاحب المال أنه لن يأخذ منهم. يقول نستغرب، يعني أنت هنا لتبيع لنا ولغيرنا، ربما هذا الرجل يعني يبيع قسما ويعطي قسما، ربما رأى هؤلاء بحالة معينة. ولكن عموم العراقيين لم يشتكوا من أنهم عوملوا إلا بكل خير في هذه المدينة أثناء عبورهم بها. طبعا إذا عطلت سيارتك في الطريق تكون أسيرا إلى أن تصلح سيارتك، يعني عادة العوائل تكون سويا، فيقول لك امشي معي، يترك عائلتك مع عائلته، وإذا كان وقت وجبة تأكل وجبة، ويترك سيارتك عند مصلح. نعم. هذه نحن يعني هذه لأننا نتفاخر بها على العراقيين، فأنا متأكد أن كل العراقيين أو لنقل معظمهم العراقي الأصيل وليس الدخيل هكذا. لكن كما أقول هي شهادتي أرويها. فكانت لنا يعني أنا لما أذهب إلى أي محافظة وأقول أنا من هذه المدينة، والله كان الاحترام لا تتخيله، وأنا واثق أنه نفس الشيء الآن. يعني عرضيا أقول قبل أن نصل إلى هذا الموضوع، يعني في موضوع النزوح يخاطبنا شباب لديه 1,000,000 دينار عراقي، يعني ما يعادل 1,000 دولار أو كذا، ويريد أن يوصلها للنازحين، فنأبى إلا أن يوزعها بيده في باب الإغاثة، نستلمه من السيطرة ويوزع، ونقول يعني انظر إلى هؤلاء المجرمين الذين يقولون لك أنهم سيقتلوك، أنت منين يابا؟ هذه قضية يعني سجلت لي في هذه الأزمة الأخيرة. أنت منين يابا؟ قال أنا من الناصرية، وكان مترددا، فقالت هلا يابا، أنت خوش حمولة، احنا وليدي ما محتاجين بس ما نريد نخجلك. يعني هذا الشاب صعق، قال نحن ناخذ الكلام من العجائز والاطفال، لانه اذا كان في هناك كراهيه اكيد تبدو عند هؤلاء. نعم. هو طفل يستقبلك ويذبح لك وابوه ليس موجودا، وهذه القصص ممكن ان نحكي عنها لألف حلقه من برنامجك الشيق هذا. يعني قضية الكرم لإكرام الوافدين والعابرين في هذه المدينة بفضل الله كان تاريخا ناصعا لا تشوبه شائبة، فاستفادت الفلوجة علاقات طيبة وسمعة طيبة مع أبناء البلد وحتى مع أهل الخليج بالمناسبة. نعم. كان يأتون من الخليج بسياراتهم ويعبرون إلى سوريا ولبنان في وقتها، وكانوا يعني يبيتون في سياراتهم، فنأتي صباحا نجد أحدهم وقد بات في سيارته، وندخل في شجار معه نقول أما ترى هذه البيوت يا رجل، أطرق بابا أزعجهم. فنم في غرفة الاستقبال واشرب شايك وتوكل على الله، فيستغربون. نعم. يعني خصومتنا معهم حين لا يطرقون الأبواب، وهم الحقيقة أهل الخليج لا يطرقون. نعم.
بابا، يبدو أن هذه الثقافة ليست موجودة عندهم، ويمر بأمان بالرغم من الفوارق المالية في بعض الأحيان كفترات يعني ضعف الاقتصاد العراقي، ولكن يمر بأمان وبترحيب ويبلغ نعم. مأمنه. بالعودة مرة أخرى أستاذ مكي إلى دراستك في هذه مدينة الجوامع مثل ما تسمى، يعني هل لهذه التسمية أثر في نفسك أن تسمى مدينة الجوامع؟ يعني لم تسمى مدينة في العراق مثل ما سميت، هي مدينة الجوامع، كثرة الجوامع فيها، كثرة المدارس فيها، كثرة التعليم، تحدث لي عن تعليم، كل الأبناء يذهبون إلى المدارس باتجاهات مختلفة، سواء اتجاه ديني أو اتجاه تعليم رسمي، في كل هذه الاتجاهات، وصولا إلى مدرستك الثانوية وتركك إلى الفلوجة مغادرا للدراسة في بريطانيا. أنا في الابتدائية كان بيتنا قريبا من المقبرة، من جامع الفاروق، نعم. ومدرستي المنصور لأن أبي كان مديرا فيها أو معاون مدير، فكنت أمشي كل هذه المسافة. ثم انتقلنا إلى الجمهورية وانتقلت إلى مدرسة فتح اللي هي الوثبة الثانية. والحقيقة يعني في هذه المدارس، ثم المتوسطة الفلوجة ثم إعدادية الفلوجة، يعني لم أجد من معلمين المدينة بالذات إلا الاحتضان الأبوي، ولم أجد إلا الإلحاح بتأدية الواجب. يعني أخي قيس كان مدرس إنجليزي مشهور، ولكن أنا أركز على من درسوني، يعني لا نعم. أشهد لأخي. أستاذ تمام الكويسي والأستاذ إسماعيل العاني في مادة اللغة الإنجليزية، ذهبت إلى إنجلترا فسألتني موظفة المطار: خريج أين أنت؟ فقلت: أنا خريج الفلوجة. قالت: يبدو أنها مدرسة خاصة جدا للباقتي باللغة، وأنا أول مرة أتكلم الإنجليزية ما شاء في الله. مطار هيثرو. نعم. وأعطتني إقامة لمدة 12 شهرا، لم أرها قبل هذا الحدث ولا بعدها اللي حصلت مع إنسان، لأنها أعجبت بطريقة خطابي وبلغتي الإنجليزية. قالت: أرجوك ابقى هنا وادرس، فأنت ستنجح، وادرس اللغة الإنجليزية. نعم. طبعا أنا كنت أراها عجوزا لأنها كانت في 40 أو في 45، وأنا أقل من 18 عام. في بريطانيا أيضا كان هناك طلاب يعني من كل العراق ومن دول أخرى ومن الفلوجة، أيضا كان التآلف والتعاون مع كل طلابنا العراقيين، يعني أخواننا العراقيين. وكانت مرحلة للاختبار، فحادثة أذكرها جيدا: نعم. عطلة عيد الميلاد الكريسماس 7 أو 8 أيام، نعم. فقدمت طلبا إلى عميدنا، عميد القسم في الجامعة، قلت: أريد أن أذهب إلى العراق، فمددوا لي إجازتي قليلا. نعم. فوجئت برئيس الجامعة، وهو متوارث رئاسة الجامعة من جده الرابع أو الخامس، يعني رجل في 75 ربما. قال: يا مكي، أنت غريب، الطالب الأجنبي يريد أن يبقى في بريطانيا في الكريسماس، أنت إلى أين ذاهب؟ قلت: إلى الصحراء، إلى صحراء العرب. قال: لماذا؟ قلت: لأن عالمي هناك. قال: ما هو عالمي؟ قلت: أبي وأمي وأصحابي وإخواني، أنا ماذا أفعل برقص الكريسماس؟ نعم. إن شئت أن أرقص فأستطيع أن أرقص طوال السنة، لكن هذه فرصة عطلة. فأعطاني إجازة مفتوحة على أن يدرسني المدرسون ما فاتني من المواد متى شئت، احتراما. وهو انجليزي قليل تدمع عيونهم، رأيت الدمع يلمع في عينيه،
قال: أما زال في البشر من يهتم لأبيه وأمه بهذه الطريقة؟ تترك أصدقائك وصديقاتك وزميلاتك، وهذا العالم كله يأتي إلى لندن في الكريسماس وأنت تذهب وتذهب. للفلوجة؟ أنا لم أستغرب، استغربت قوله هو، لم أستغرب عودتي. قلت: سيدي، هناك عالمي كله، هنا عالم الراقصين ربما، أنا لا أدري، لكن أنا عالمي هناك. فصار هذا الرجل يتابعني عن طريق العميد، فيقول العميد: أنت ساحر، كيف سحرت هذا العجوز؟ لماذا يتابعك؟ طبعا هم لا توجد عندهم وساطة أو واسطة كما نقول، لكن يوصي الأساتذة، يقول لهم: هذا ربما سيكون له شأن يوما ما، هذا يحب أباه وأمه في هذا العصر. طبعا لست الوحيد أكيد، نعم. يعني العراقيون عموما والفلوجيون خصوصا، ما أن يتوافر على عطلة 5 أيام حتى يذهب لرؤية أهله. كانت التذاكر متيسرة، خطوط الجوية العراقية رحمها الله كانت، وحتى البريطانية والله، يعني تأخذ منها 25 دينارا من لندن إلى بغداد، نعم. والتاكسي من بغداد إلى الفلوجة ب5 دنانير. نعم. فكانت يعني حب، وإضافة لتعلمنا وحرصنا على أن نتعلم شيئا. يعني أنا ذهبت لدراسة الهندسة، فهو هذا الرجل وآخرون غيروا وجهتي، قالوا: مهندسون كثر سيكونون في العراق، نريد من يحدثنا عن العراق ويحدث العراق عنا بلسان فصيح. فغيروا وجهتي إلى ذلك هذه، درست اللغة. نعم، وبالحقيقة أيضا كانت دراسة أيسر بالنسبة لي نعم وأصعب على غيري، نعم لأني أجيد اللغة الإنجليزية كما قلت لك قبل أن أدخل إنجلترا. فباب العلم يعني مدرسة علم شرعي ومدارس الحقيقة بعدين، وثم مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ثم هناك عنصر مهم جدا وهو القرب عن بغداد. لا أدري إن ذكرت يعني نكتتي، أنا أقول أنا أن بغداد تابعة للفلوجة، ويقولون: هل الفلوجة تابعة لبغداد؟ أقول: لا، بغداد تابعة للفلوجة. لماذا؟ كان عمري 14 أو 15، لا أريد أن أتبع لأحد يعني. نعم. فيضحكون، منهم رجال كبار، كنت أتذكر ترى الفلوجة مركز الكون. نعم، وهي نعم. كذلك، لا نعم. زلت ذلك الطفل الذي يرى الفلوجة مركز الكون. كان بودي يعني في هذه الحلقة أن نصل إلى ما كنت تريد أن تختم به الحلقة الماضية، حديثك عن عودتك إلى الفلوجة، والفلوجة كانت كجزء من العراق تتحزن بنطاقها وتقاتل يعني في الحرب العراقية الإيرانية، لكن لم يسعفنا الوقت أيضا في هذه الحلقة، سنتركها الحلقة القادمة إن شاء الله، عذرا منك. وأشكركم أعزائي المشاهدين على بقائكم معنا، نلتقيكم في حلقة أخرى برنامج شاهد وشواهد، لنواصل هذا الحديث الشيق مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ مكي نزال. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.